صورت النجمة غادة عبد الرازق مؤخرا عددا من المشاهد الخاصة بمسلسلها أرض جو مع النجم هيثم شاكر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، واستمر التصوير لأكثر من 14 ساعة. مسلسل أرض جو من بطولة غادة عبد الرازق وهيثم شاكر وعباس أبو الحسن وأحمد الشامي وعبد العزيز مخيون وفريال يوسف وعبد الرحمن أبو زهرة.